السلام عليكم. اليوم في شيوات أميد إن شاء الله راح عند لكم خبز صغير بالحليب، يجي بزاف بنين هذا الخبز. نبدأ بالمقادير. واش راح نحتاج؟ الفارينة، نحتاج 3 كيسان تاع الفارينة، 3 كيسان تاع فارينة، 2 مغارف كبار تاع السكر، مغارف كبير تاع خميرة الخبز، 5 مغارف كبار تاع الزيت، ونلم العجينة تاعي بالحليب دافي والملح بطبيعة الحال. إذا هنا راني درت 2 كيسان تاع الفارينة، وهذا هو الثالث. ندير المواد الجافة اللي هي السكر، 2 مغارف كبار، مغرف كبيرة تاع خميرة الخبز، نخلطهم مليح. الفارينة مع مواد الجافة. هذا الخبز يجي بزاف طري، يجي بزاف بنين، نتأكد راح يعجبكم، جربوه. هنا واش راح نزيد؟ راح نزيد هذوك 5 مغارف كبار تاع الزيت، نبصصهم مليح. اذا نبسس هذاك الزيت في الفارينه تاعي، نبسس مليح. واش ندير الان؟ ندير الملح العجينه تاعي، ونبدا نلم العجينه تاعي بالحليب يكون دافي. دائما السوائل لازم يكونوا دافيين باش العجينه تاعنا تخمر. اذا نلم العجينه تاعي غير بالعقل، ودائما نخلو العجينه طريه، يعني هادو يعني من الاساسيات تاع العجين باش يجينا الخبز يجينا هشيش ويجينا شباب. اذا نعجن، اذا نزيد الحليب وراني نلم. يعني كل وحده شحال ياخذ لها الحليب، لانه كل وحده والكاس تاعها اللي تستعملو. انا ماشي شرط هذا الكاس، تقدري تستعملي اي كاس. انا استعملت كاس فيه 240 مللتر. اذا راح نزيد شويه تاع الحليب هنا من تحت باش نلم الفرينه اللي بقات لي. بهذه الطريقه. من بعد واش ندير؟ نحب ندلكها فوق لهنا باش ندلكنا مليح وتلم روحها، يعني حوالي 3 دقائق ولا. هنا العجينه تبان لكم تتلصق، لكن غير تدلكيها تشد روحها راح تتلم منا. دائما في الاول لموها شويه جاريه ودلكوها راح تتلم. هاي بدات تتلم منا. نحب نوري لكم يعني الطريقه تاع الدلك، كاين اخوات اللي ما يعرفوش نساعدوهم. بهذه الطريقه ندلكو بلا ما نقطعوا العجينه. اذا هاي العجينه تاعي دلكتها حوالي 3 دقائق فقط. نغطيها ونخليها ترتاح على الاقل 20 ساعه نص ساعه، ونعاود نرجع، عفوا 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 20 دقيقه حتى 30 دقيقه، ونعاود نرجع ليها فيما بعد ان شاء الله. اذا هنا العجينه تاعي راهي ارتاحت، واش ندير لها؟ نقسمها باش نديرها يعني خبز صغير. بهذه الطريقه نحاول كيفاش نقسموهم يعني متساويين. اذا نقسمها على 2، وكل وحده نقسمها على 4. ديروا دي بتي بان يعني صغير، خبز صغير يعني بزاف شباب. هذا الخبز خاصة في المناسبات، ولا عندك شعر دا ولا ديريه، روعة يعني. يجي بزاف يعني، يجي كما نقولوا حنا، يجي يعني يجي حمر الوجه، يجي بخيزونتال. اذا ونخدموهم بهذه الطريقة كما انا نشوفو، نحكمو يدينا صبحتنا بهذه الطريقة بهذا الشكل. نجيو العجينة في الوسط، نبداو ندورو، راح تاخد الحجم تاع تاع الكف تاع يدينا. ها هي الخبزة الأولى، نزيد الأخرى باش تشوفو كيفاش الطريقة كيفاش نخدمها. إذا نحكم العجينة تاعي اللي قطعتها، نديرها بين يديا ونبقى ندور، راح تشكل بهذه الطريقة ولا بهذه الطريقة كما حبيتو. راح تشكل الخبزة عندي
نزيد واحده. اذا راح نكمل كامل الخبيزات تاوعي. هما الخبيزات تاوعي شكلتهم، درتهم في السنيوة، نغطيهم نخليهم حتى يخمروا تماما، يعني حتى يضعفوا الحجم تاعهم، ونرجع لكم فيما بعد ان شاء الله. ها هو الخبز تاعي خمر. بعد ما خمر واش ندير؟ نحكم ان جون دوف صفار بيضة، ندلها كمية قليلة فقط تاع الحليب، حوالي مغرف صغيرة تاع الحليب. نفتح هذاك الصفار تاع البيض تاعنا وندهن به الخبز تاعنا كامل، ندهنو من الفوق الوجه تاعو فقط كما نشوفو، حيطيلو يعني لون شباك يطيب هذا الخبز هذا. من بعد واش ندير؟ راح ندلو السانوج ولا الججران كما حبيتو، ندلو كمية تاع السانوج على الوجه او نديرولو الججران كما حبينا، وندخلو الفرن مسخن مقبل على 200 درجة. كي تشوفوه تحمر وطاب من تحت نشعلولو من الفوق يحمر ونطفو عليه، ونلتقي فيما بعد ان شاء الله. اذا ها هو الخبز تاعي بعد ما طيبتو، يعني حمرتو مليح، نحبو حمر، انا ما يحبوش ما يحمروش بزاف. كي طيب من تحت نشعلولو من الفوق حتى يحمر، راح يجينا بزاف طري. شوفوا داك الخبز شحال طري، شوفوا شحال طري، يجي بنين بزاف، يجي هشيش، يجي كيما القطن. بسم الله شوف كيفاش يجي، يجي روعة هذا الخبز. فقط خلوه حتى يبرد مليح باش تستهلكوه. ولا عجبتكم الوصفة تاع اليوم، ما عليكم غير ديروا جيم لا فيديو وتشاركوه في القناة حتى يصلكم الجديد. وإلى الملتقى إن شاء الله مع وصفة جديدة، وإلى اللقاء.